عجلة وبعد كده الدخان وفي فرشة، يعني نحن معنا لحالنا هون. يعني مين بده يكون؟ لك أكيد الناطور. شو يعني الناطور؟ أعمى مثلا ما بيطقس؟ شو بدك يعني أنا خاف من الناطور؟ يا سيدي نحن سكان البناية ونحن يلي مشغلينه، فما رح يسترجي يحكي شي. لك اقعد. طيب نحن شو جابنا لهون؟ هلا أنت برأيك إنه هذا المكان خرج إنه الواحد خلص خلص مشان الله. يلا سيدي شرف، خدنا على بيتك، خدنا على قصرك الموعود. لك شقفت غرفة على أسطوح الضبنة ما عندك. أقول لك عدي لفهمك. أول شيء أنت عم تحكي بشي بديهي، لأنه ثلاث أرباع شباب البلد ما عندهم بيوت. إيه حاجتك حجاج؟ لا يا ستي مو حجاج، وأهل أول ما تركوا شيء إلا ما قالوا، قالوا إنه الشاب بلا بيت مثل المسبحة بلا خيط. بتعرف شغلة؟ لك مو الحق عليك، الحق علي أنا، لأني هكلاني همك ومشتاقت لك وجايبتك على مكان مقرف على ملجأ، بس كرمال أقعد معك. ملجأ؟ إيه. لا على فكرة أنت مخربطة. هذا اسمه أبو، وبهيك ظروف يعني اللي عم نمر فيها بسموه ملجأ. لا هذا من يوم يوم اسمه ملجأ، بس يعني يخزر عين على هيك ملجأ. الناس لما بتهرب من الموت برا بتيجي على هيك ملجأ بتموت. بس بتعرفي انه هاد ضرورة، يعني لازم بكل بناية يكون في ملجأ، يعني ما بتعرفي تحسبا لأي ظرف طارئ. ليش بقى؟ شو ليش؟ مجنونة انت؟ شو نسيتي انه في بالدنيا شيء اسمه حروب، زلازل، كوارث طبيعية؟ والله اللي بسمعك بيقول انه بلدنا مليانة كوارث. طيب يا ستي مو كوارث بس ما في حروب؟ يعني شو بلدنا ما في حروب مثلا؟ مشان الله لا تحكي عن الحرب. طب شو رأيك نحكي عن الكوارث الطبيعية؟ يا الله حبيبي، يعني معقول انا وياك قاعدين لحالنا بهيك مكان نحكي عن الحرب والكوارث؟ مزبوط، مو معقول، بس بهيك مكان وبهيك ظروف من سابع المستحيلات. ياي لك قومي يا بنت الحلال، قومي نهرب لنا على شي ملجأ. لا توجد خدمة.
وباكيت دخان وفي فرشة. يعني نحن ما عندنا لحالنا هون. يعني مين بده يكون؟ لك أكيد يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. يمكن نحن خلصنا، يمكن خلصوا الأوهام، لا ما قدرنا وصلنا حتى لسقف الأحلام. يمكن يعني معقول أنا وياك قاعدين لحالنا بهيك مكان نحكي عن الحرب والكوارث؟ مزبوط، مو معقول، بس بهيك مكان وبهيك ظروف منسابع المستحيلات. يا عين لك، قومي يا بنت الحلال، قومي نهرب لنا عشي ملجأ. لا توجد خدمة. وجايبتك على مكان مقرف على ملجأ بس كرمال اقعد معك. ملجأ؟ ايه. لا على فكرة انت مخربطة، هذا اسمه ابو، وبهيك ظروف يعني اللي عم نمر فيها بسموه ملجأ. لا هذا من يوم يوم اسمه ملجأ، بس يعني يخزي العين على هيك ملجأ. الناس لما بتهرب من الموت برا بتيجي على هيك ملجأ بتموت. بس بتعرفي انه هالضرورة يعني لازم بكل بناية يكون في ملجأ، يعني ما بتعرفي تحسبا لأي ظرف طارئ. ليش بقى؟ شو ليش؟ مجنونة انت؟ شو نسيتي انه في بالدنيا شيء اسمه حروب، زلازل، كوارث طبيعية؟ والله اللي بسمعك بيقول انه بلدنا مليانة كوارث. طيب يا ستي مو كوارث بس ما في حروب؟ يعني شو بلدنا ما في حروب مثلا؟ مشان الله لا تحكي عن الحرب. طب شو رأيك نحكي عن الكوارث الطبيعية؟ ناطور. شو يعني الناطور؟ أعمى مثلا ما بتقص؟ شو بدك يعني أنا خاف من الناطور؟ يا سيدي نحن سكان البناية ونحن اللي بشغلينه، فما رح يسترجي يحكي شي. لك عاد طيب نحن شو جابنا لهون؟ هلا انت برايك انه هذا المكان خرج انه الواحد خلص خلص مشان الله. يلا سيدي شرف، خدنا على بيتك، خدنا على قصرك الموعود. لك شقفه غرفه على اسطوح الضبنه ما عندك. بقول لك عدي لفهمك، اول شيء انت عم تحكي بشيء بديهي لانه ثلاث ارباع شباب البلد ما عندهم بيوت. ايه حاجتك حجاج؟ لا يا ستي مو حجاج، واهل اول ما تركوا شيء الا ما قالوا، قالوا انه الشاب بلا بيت مثل المسبحه بلا خيط. بتعرف شغله؟ لك مو الحق عليك، الحق علي انا، لاني هكلاني همك ومشتاقة.